انا حلمت عنده رؤيه، يعني لو سمحت يعني تفسرها اه لي. اتفضلي يا تحت امرك. انا حلمت ان والدي المتوفي لقيته عندنا في البيت، ولقيت زي ما يكون كده جاي رجلاه وجعاه وقاعد بيزعق، وبقول لمامتي انت مش عارفه ان انا باجي في الوقت ده ايه تعملي لي اكل. بيزعق لك؟ بزعق لوالدتي، مين اللي بيزعق لوالدك في الرؤيا؟ والدي بيزعق لها بيزعق لك انتي؟ لا بيزعق لوالدتي يعني، وبقول لها انت مش عارفه ان انا باجي في الوقت ده تعملي لي اكل يعني فيه. نعم. هو الوالد موجود يعني عايش؟ لا متوفي. نعم. ولقيته زي ما يكون بيجري ورايا وانا بستخبى منه، وبعدين بقول للناس في الشارع كده عيال واقفه بقول لهم هو لسه واقف على المصطبه، لان هو راح من الناحيه وانا جات من الناحيه التانية. قالوا لي اه، وكنت خايفة خلص طبعا على في كده الرؤية الفيلم. يعني؟ ايوه دي في الرؤيه. لا كنت خايفة فيها يعني في الرؤية. ايوه كنت خايفه ان هو يعني عاوز يضربني وكده، وهو في الحقيقه ما كانش بيضربني يعني. ايوه. لا هي هو المنام دي يا اختي الكريمة يعني من الشيطان ليس رؤية، فاستعيذي بالله منه، ان شاء الله لا يضرك شيء باذن الله تعالى. كان ممكن نقول الحلم تاني. اه اتفضلي انت. طيب ده هو بسيط يعني، بس انا بحلم على طول ان حماتي المتوفية على طول بتيجي عاوزة اكل مننا او حاجات من دي. نعم. الميت على كل حال إذا طلب طعام من الحي فهو يحتاج للدعاء أو الصدقة، فأدعو الله تعالى لها يعني لها بالمغفرة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم جميعا.